يا غريب يا مظلوم كربلاء أراك وقد غلبتك الدموع لها من مذاب حشاك همار لعلك ممن شجته الديار لعلك ممن شجته الديار عداك الحجاب إن شجتك الديار فدعها ولا تك ذا مهجة أهاجت جواها الرسول إثار وقم باك يا من بكته السر وقم باك يا وقم باك يا من بكته السماء وأظلمها حزنا عليه النهار غدا تقضى ضامئا بضعا يكفنون عثيرون مستذاروا عوادي المهار وقرنا مهار لا غسلوا ولا لفوه في يلا لا غسلوا ولا لفوه كفنان يوم الطفوف ولا مد ولا رداء ورداء مرمي فا
فأنت يا يوسف هاي عينك وطيبناها حط شفه عليك عين ابوي
بس قال لك اكتب قصيدة في دفني بحيث إذا سمعها الناس بكى. قال له ولا عطي عساها ما خفت عسى عيني رميت بس قصيدة اسمها جابوا لقطعة باري أو جمع رفع سعيني عمودا نقشال حط وسط قبره وتخاصر وانحنى وين حبيت ابوك وانت وين حبيت ابوك الا هذا الايمان شمل ابن حرام والضماير تستحرنا اقضي يا ابو يا بالبجر لا بالله يا دفاني الولي ردا علي عطشان خي ما شرب قطرة مني يوم دفنت جان بخيت البنية بل جترت روحا تراه ما تعطشان وأجيب لك قصائدي اللي بحفظها يشكلها هذا عقب ما ماتت والدتكم أم جعفر الله يرحمه ديك الحنونة اللي يقول هاي وش بتركب عليها من قصيدة مثل هالقصيدة لو ولا عبد الرسول قال اقرأ لي هالبيت تقرأ لمرة واثنتين احنا بالبيت بيت الهادي شمالي كل ما والله وشرف في المنبر وانا ما عندي الناس ما ظن يا زهر نعيش في الدنيا بلا ياج بسلم وبروح لا تقعد يتامج لو لغى عيالك بيتك نص صبح وياج لكن خاف حسين يتوعى ويقعدون أكاري لأبو يا ناصر أكاري لأبو يا احنا
بعد بعد احنا غير احسان. سيدنا 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 يقول الفتلاوي يقول دوريت هدا شوي رحم الله دوريت طلعت الولينا ودورت عريان بالحوم لقيت انا قعدت يمه وعاتبت خويا شلون مثلك يعوف بيته. اللهم ارحم غربته وانس وحشته وسكن روعته وأنزل إليه رحمة من عندك واسعة يستغني بلا عن رحمة من سواك. إلى روحه رحم الله من قرأ الفاتحة والصلوات.